القدم السكري من أسوأ وأصعب الأمراض اللي بتدخل على العيان. أنا لو قلت لكم إحصائية مرضى السكر في مصر قد إيه؟ أنتم مش هتتخيلوها. النهاردة عايزين نتكلم على حاجة خطيرة اسمها القدم السكري. الحفاظ على القدم السكري إن ما يجلوش أي نوع من أنواع الالتهابات. عارفين يا جماعة أبسط حاجة ممكن تصيب القدم السكري وتعمل التهابات إيه؟ وإحنا بنقص ضوافر الرجل. علشان كده أنا نصيحتي النهاردة اجري على أبوك، على والدتك، قص ضوافر رجلهم بإيدك أنت. والله يا جماعة إحنا بنعمل كده، لأن فعلا لو جرح نفسه ما بيحسش. مشكلة القدم السكري إن الإحساس عنده ضعيف جدا. أي مريض سكر بياخد دواء واحد فقط، بياخد إنسولين، لكن بياخد 3-4-5 أدوية، فيتامينات للأعصاب. ارحموا نفسكم وأهليكم من مرض القدم السكري اللي ممكن يؤدي إلى البتر. نصيحتك إيه يا دكتور؟ نصيحتي باستمرار هو وضع القدم السكري في ماء دافئ مع شوية بتادين. رقم 2، نقص ضوافر العيان باستمرار. نتجنب لبس الأحذية الضيقة. ممنوع أي ضغط على صوابع قدم العيان. ربنا يحفظ أهالينا، وربنا يحفظ مرضى السكر جميعا من هذا المرض اللعين اللي ممكن يؤدي إلى غرغرينا. أعتقد نصيحة النهاردة وصلت لحضراتكم. شكرا ليكم، ونشوفكم بكرة مع يوم جديد ونصيحة جديدة لسؤال جديد. كان معاكم الدكتور وائل متولي. شكرا لحضراتكم.